بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الأول للمحاضرة الثانية في مادة التآكل. أنواع التآكل المعدني. للتايبس اوف كوريجن يتمثل التآكل المعدني بثلاث أنواع رئيسية، هي التآكل الكيميائي كيميكال كوريجن أو المباشر له دايركت كيميكال كوريجن، التآكل الكهروكيميائي الكتروكيميكال كوريجن أو غير المباشر، والتآكل الطبيعي اللي هو النورمال كوريجن. وكل من هذه الأنواع الثلاث يظهر بصورة مختلفة للتآكل، وسنورد في هذه الفقرة أهم صور التآكل المعدني الكيميائي والكهروكيميائي في مجالات الصناعة. ولما تقولوا في مجالات الصناعة نتحدث احنا هنا على المجالات، المنشآت النفطية والأنابيب المدفونة تحت الأرض من الحقول النفطية إلى مصافي التكرير. التآكل الكيميائي، تحدث عملية التآكل الكيميائي بفعل الغازات والأبخرة الجازز اند فابرز أو ستيمز. تحدث عملية التآكل الكيميائي بفعل الغازات الموجودة في الهواء الجوي وكذلك الأبخرة في درجة حرارة مرتفعة أو بتأثير السوائل الفعالة المخرشة لسطح المعدن. السوائل الفعالة المخرشة لسطح المعدن المقصود بها عملية اغتلال أسطح المعادن. من دون أن تترافق هذه العملية بحدوث أي انتقال محسوس للشحنات الكهربائية سواء كانت سالبة أو موجبة خلال المعدن، بمعنى أن الآلية المميزة لهذا النوع من التآكل هو التآكل الكيميائي كيميكال كوريجن، تتلخص بأنه ليس هناك مرور ملحوظ للتيار الكهربائي بفعل التأثير المتبادل بين المعدن الوسط التآكلي، والوسط التآكلي هو بين المثل and surroundings المحيط بالمعدن والتآكل الغازي اللي هو غاز كوريجن الناتج عن امتزاج اللي هو ابسوربشن، عملية امتزاج للغازات على سطح المعدن، هو احد هو احدى اهم الامثلة على التآكل الكيميائي. اذا هذا باختصار عملية التآكل الكيميائي او الكيميكال كوريجن، هذا المطلوب من الطلبة فهمه. وربما يجي سؤال اذكر او اتكلم عن التآكل الكيميائي. التآكل الكهروكيميائي، الالكتريك كيميكال كوريجن، تتآكل السطوح، طبعا النوع الثاني من انواع التآكل المعدني، تتآكل السطوح الحديدية للهياكل المعدنية والانابيب والمعدات الحديدية عموما عند تماس سطوحها بالتربة او بالماء او عند تماس سطوحها بالتربة أو بالماء، لأن التربة مختلفة تركيبية، تركيبة التربة تسبب في حدوث عملية التآكل، أو الماء لو كان الماء العذب أو الماء العسر والمالح يسبب حتى في عملية التآكل عندما يلتمس سطح المعدن بالماء أو بالتربة نتيجة لحدوث تفاعلات كيميائية الموجودة في الماء، تفاعل كيميائي مع الماء أو مع التربة أو المواد المكونة للتربة أو المواد المكونة للماء لحدوث تتفاعل هذه المواد مع بعضها مصحوبة بسيريان الإلكترونات، يعني أنود سالب وأنود موجب أي سيريان للتيار الكهربائي، لذا في لما عندما يصبح سريان للإلكترونات بين أنود سالب وأنود موجب حيصبح حتحدث عملية تآكل. لذا يمكن القول بأن عملية التآكل هي عملية كهروكيميائية، تؤدي بالنتيجة إلى فقدان أجزاء من المعدن، يعني تصبح ما يتكون في البداية من الصدى ثم تصبح تتآكل وتنهار هذه المعادن. وبالتالي تآكل السطح المعرض للتربة أو الماء أو للجو الرطب نتيجة لتكون خلية غلفانية على سطح المعدن. ومن هنا نعرف التآكل الكهروكيميائي للمعادن. تعريف التآكل الكهروكيميائي للمعادن بأنه عملية تأكسد المعدن وتخريبه بفعل المحاليل الكهروليتية، وخاصة المحاليل الكهروليتية المائية. والتآكل الكهروكيميائي أكثر انتشار من التآكل الكيميائي لأن الكهروليتي يحدث أسرع وأشد انتشار من التآكل الكهروكيميائي.
تتوفر الأرضية المشتركة بين المعدن الآلية للتآكل أو الآيل للتآكل وبين المحلول الكهروليتي كوسط تآكلي، نعتبره المحلول الكهروليتي كوسط تآكلي أو الوسط المحيط بالمعدن لحدوث عملية التآكل ولحدوث عملية التآكل الكهروالكيميائي في حالتين هما: رقم 1000 عند غمس المعدن في محلول كهروليتي لديه أيون نيجاتيف أن أيون بوزيتيف، في الحالة هذه حيتآكل المعدن. مثال ذلك عملية تكون صدأ الحديد، في البداية يتكون صدأ الحديد ثم يصبح ينهار ويصير لعملية انحلال أو تلف في مركباته أو جزئياته أو فلزاته بشكل تام، الذي يحدث عند تعرض الحديد لجو رطب، حيث يظهر في على سطحه طبقة رقيقة من الماء ينحل فيها أكسجين الهواء ويصبح سطح المعدن عرضة للتآكل. إذن هذه العملية للتآكل الكيميائي لا يحدث إلا في عن طريق العملية الأولى، وعندنا بعض العمليات الأخرى. ب عند اتصال معدنين مختلفتين في كمون أو جهد، يعني التماس معدنين مختلفتين في كمون أو جهد، يعني كهروليتي الأكسدة في محلول كهروليتي، جهد الأكسدة في محلول كهروليتي. مثال ذلك تآكل قضيب من الألمونيوم عند تماسه بقضيب حديد، يعني عند التماس قضيب من الألمونيوم مع قضيب من الحديد لفترة زمنية طويلة حيصبح فيه تفاعل في المواد المكونة للألمونيوم والمواد المكونة للحديد، ويصبح فيه تفاعل في محلول كهروليتي. أو قد تتم عملية التآكل ضمن نفس المعدن الواحد بسبب عدم تجانس البنية المكونة للقضيب الحديد أو قضيب الألمونيوم. فسطح أي معدن يتكون من عدد لا نهائي من الذرات، بعضها يكون جهد كهربائي أقل من جيرانها، وبذلك تكون عدد هائل من الخلايا الكهربية من الخلايا الكهربية الموجبة والسالبة، وتحدث عملية التآكل بشكل كبير جدا. في الحالة هذه يصبح التآكل بشكل سريع وينتشر انتشار تام. ما هي آلية التآكل الكهروكيميائي للمعادن؟ جينا سؤال يقولنا ما هي آلية التآكل الكهروكيميائي للمعادن؟ هذه الآلية ما تتمش إلا في مرحلتين حنتكلم عليها. لقد تبين أن التآكل الكهروكيميائي هو تآكل غلفاني فيما سبق ذكرناه، غلفانيك كورجن، بمعنى أن آلية هذا النوع من التآكل تشبه تماما آلية عمل الخلايا الغلفانية، يعني سالبة أو موجبة. فالمعادن يعني شيء من الكيمياء الفيزيائية موجودة، يعني موضوع في الكيمياء الفيزيائية موضوع موجود. فالمعادن يعني كما هو معلوم تحتوي عمليا على بعض الشوائب، شيء طبيعي من معادن أخرى، وبالتالي ما يتوفر الوسط التآكلي، يعني عندما يختلط بعض مكونات معدن مع معدن آخر فبالتالي يتوفر الوسط التآكل، يعني وفرت أنت شرط لكي يتآكل المعدن اللي هو بين قوسين المحلول الكهروليتي، حيث تتشكل كمية هائلة من الخلايا الغلفانية الموضعية، يعني المقصود بها على سطح المعادن وداخل كل خلية مجهرية يكون المعدن بمثابة مصعد، تحدث عنده عملية الأكسدة والوسط التآكلي بمثابة مهبط، تحدث عنده عملية الإرجاع. وبناء عليه يمكن تفسير الآلية الكهروكيميائية المؤدية إلى عملية التآكل والتخريب الكلي للمعدن على أنها تفاعل أكسدة إرجاع، يعني إرجاع المقصود به تفاعل أكسدة يتم إنجازه على مرحلتين. الألف المرحلة الأولى، طبعا لو جينا سؤال وقلنا احنا ما هي آلية التآكل الكهروكيميائي للمعادن يكفينا أن نذكر المرحلتين هذه، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. ألف المرحلة الأولى وتتمثل بعملية التأكسد المصعدي أنود بروسيس، أي عملية الأنود التي تتم بصورة تلقائية وتفقد خلالها ذرات المعدن المكونة للمصعد الإلكترونات التكافؤ، متحولة إلى شوارد موجبة، فبالتالي حيتحدث عملية التآكل للمعدن تدريجيا. ب المرحلة الثانية وتتمثل بعملية الإرجاع المهبطي، يعني العملية هذه اللي قلنا عليها قبل شوي بالشكل هذا، يعني كاثود بروسيس التي تتم بصورة تلقائية ويتم خلالها التقاط الإلكترونات المتحررة على سطح المعدن من قبل شوارد الهيدروجين H2 إذا كان الوسط حمضيا،
إذا كان الوسط حمضيا ومن قبل الأكسجين المنحل في الماء، إذا كان الوسط معتدلا ومن قبل الأكسجين يعني يتم التقاط الإلكترونات على سطح المعدن، إذا كان الوسط معتدلا ومن قبل الهيدروجين، إذا كان الوسط حمضيا يتم التقاط الإلكترونات المتحررة على سطح المعدن. هذه المرحلتين أو الآلية التي تتم فيها عملية التآكل الكهروكيميائي للمعادن. تفاعل التأكسد المصعدي، هذا مثال بسيط، ويسمى قطب الأنود. لو كان عندنا مثلا مغنيسيوم يعني يتفاعل هذا مع أي مع الهواء ومع الماء وغيره، يعطينا مغنيسيوم إن شاردة موجبة بلس إن شاردة سالبة بلس إن شاردة شاردة معدنية من المعدن، هذه بالموجب وهذه بالسالب. تفاعل الإرجاع المهبطي ويسمى قطب الكاثود، 2H للهيدروجين زائد 2E للإلكترون أنود الأول أيون بتاع السالب، يعطينا هيدروجين دايركت لأن هنا فيه أيون نيجاتيف. إذا كان الوسط هذه في الحالة هذه، إذا كان الوسط حمضين، وفي الحالة هذه لما يتفاعل الأكسجين أعمل مية مع إلكترون سالب يعطينا أكسيد يعطينا 2OH ماينس، إذا كان الوسط هنا معتدلا، إذا كان الوسط هنا معتدل. إذا أمثلة مهمة، ويعني يجينا سؤال ويقولنا أذكر مثال على تفاعل التأكسد المصعدي رقم واحد هذا، وإذا قلنا نبو تفاعل الإرجاع المهبطي تذكر هذا إذا كان الوسط حمضيا، وتذكر هذا إذا كان الوسط معتدلا. ما هي شروط حدوث التآكل؟ ما هي شروط حدوث التآكل؟ لكي يحدث التآكل فهناك شروط يجب توافرها لتكون خلية التآكل. هذه الشروط هي: واحد، لابد من وجود قطبي التفاعل المصعد والمهبط، المصعد والمهبط، الأنود والكاثود، لكي يحدث عملية التآكل للمعدن ولأي أي مادة أخرى. لابد من وجود قطبي التفاعل المصعد والمهبط. اثنين، لابد من وجود فرق جهد كهربائي بين المهبط والمصعد، يعني في هنا في فرق، لو ما يخلوش المصعد والمهبط هما نفس الجهد، لابد في فارق بينهما في الجهد الكهربائي لا يقل عن 50 ملي فولت بين المصعد والمهبط. هذا الفرق يتولد نتيجة لعدة أسباب مثل اختلاف التركيز أو عدم تجانس المواد أو اختلاف نسب الأكسجين إلى آخره. ثلاثة، لابد من وجود اتصال معدني أو مادي بين الأنود والكاثود يساعد على مرور التيار الكهربائي الوسط يعني اتصال معدني يعني اتصال كهروليتي بين الأنود والكاثود يساعد هذا على مرور التيار الكهربائي، أو وسط مائي يساعد على مرور التيار الكهربائي من خلاله. أربعة، لابد من وجود وسط ينغمس به كل من الأنود والكاثود، ينغمس داخل محلول حمضي أو قلوي، ويجب أن توفر في هذا الوسط الموصلية الكهربية اللي هي كوندكتيفيتي الكتريك كوندكتيفيتي الموصلية الكهربائية. إذن السؤال: ما هي شروط حدوث التآكل؟